رسمة النفايات بدأت تترجم على أرض الواقع بحلول عشوائية ذاتية على مدخل الشوف وتحديدا بمنطقة ملتقى النهرين الزراعية والسياحية. المشهد أكثر من صادم، أكوام من النفايات عم تجمع بين أشجار الموز وعلى مسافة ضربة حجر من منتزهات ملتقى النهرين السياحية. من الصباح الباكر تبدأ الشاحنات بتفريغ النفايات ومن ثم بتعمد إلى حرقة، فبتشتعل على طول ساعات النهار ناشى السموم والغازات على مسافة كيلومترات. يعني كل أسف أنه هالمسؤولين ما تداركوا الموضوع لآخر لحظة، ويعني طالع الفل بالعالم اللي عم تشم هالروايح وعم تجيب الميكروبات. احنا بهالطريقة عم نشوه السياحة، عم نشوه السياحة والمناظر الحلوة. لأن مهم ما تروح بتلاقي النفايات مكدسة تحت الجسور وعم بولعوها. يعني صارت مشكلة النفايات مشكلة وريحتها مشكلة أكبر. يعني شغلة المواطنين أحلى من الدولة، أحلى من النواب. طب هيك هاي ريحة نينا نطفع التعاونية مغرناش تكرنا من أخينا وقطعنا. وبينا إنه شغلي خفيف حالي مش عارف كيف، قلت بنزل مرتي وبنزل وابني بيفلت عالرصيف. صعودا باتجاه الشوف المشهد ما بيتغير، اكوام من النفايات مجمعة على جوانب الطرقات وبالمستوعبات. كميات النفايات وان لم تبلغ بعد الحجم اللي بلغته ببيروت، فهيدا ما بيعني انه المشكلة اخف، بل العكس قد تكون اخطر بكتير، خصوصا مع اضطرار البلديات الى تقديم حلول سريعة تتمثل بنقل النفايات من بين البيوت والشوارع الى الاحراج والغابات لحرقة او طمرة. يعني ملف النفايات فاجأ الكل وما حدا متوقع لهذا الموضوع، ما حدا عامل دراسة مسبقة، إجا مفاجأة لجميع البلدية. الحلو اللي عم تكون حلو الفردية، كل بلدية ضمن نطاقها الجغرافي عم بتحاول تطرح النفايات بالطريقة العلمية قدر الإمكان. لقينا شقفة أرض وعم نلم يوم إيه يوم لا من البيوت، وقمنا البراميل من كل الضيعة حتى ما حدا يكب البراميل. وبتفرحين هلا ما في بلدية مسؤول عنها قائم مقام، زبالة بعدها مثل ما هي. بلدنا فيهاش بلدية، كل واحد عليه بنفسه. اللي أنا من الجاهلية اللي بعرفه عنا بالبلد، البلدية عم بتأمن هلق النفايات. أخذ أرض يمكن صابب كرزين ضمنها ضمان وعمل تنقل مؤقتا النفايات عليها. انا حد معلوماتي لحد امبارح حكوا مع القائم مقام وبلشوا يضبوا زباله، وكل ضيعه عاملين لها مكب محدد. يعني بعرف بكفر نبرخ ورا شركه الغاز بضيع بمحل اسمه مسكيتي او شيء هيك. هلا البلديات يعني عم تعمل شغله انه عم بتجمع الزباله بكل بلديه فيها مشعل، يعني عم بتجمعه ليكون صار في حل، بس حل جذري بعد ما في. حالة الذهول عند المواطنين من يلي عم يحصل لا يمكن نقلها، فالمواطنين وإن كانوا بيحافظوا على تعابيرهم وبيضبطوا نفسهم أمام الكاميرا، فإنه أحاديث تحت الهواء بتكشف حجم التذمر واليأس عند المواطنين. فالأزمات من كهرباء، مي ونفايات وصلت للخط الأحمر وما عادت تنحمل. يعني نحن إذا بخيرونا بنطلع على بلاد أجنبية منعيش وبلاها الوطن كله. بعدين اليوم عم بيصير شغلة من عشيرة منكتر الزبالة بالبرميل بتلاقي بيجي هالولاد أو هالكبار بيولعوهم بالليل عم بيطلع روايح كريهة، فهي شغلة كتير مهمة لازم ننتبه لها. عم بيلموا الزبالة عم بزتوها فوق بالحرش وعم بيولعوها، فالتوليع مش مزبوط. الحل لازم يكون الحل الصحيح، نتقدم شوية نتعرف على الغرب شو بيعمل بالزبالة شو بيستفيدوا منها، مش متنا عم نعمل زبالة عنا هم وهي ثروة. سمعنا بخبرية إنتاج الطاقة من النفايات يعني، بس ما خلون. يعني احنا بلدنا بلد مفياتنا، يعني احنا هيا الكهرباء بيجينا ساعتين زبالة تلت الشوارع هون، شو في بعد؟ هي الأزمة بالسياسة. إذا السياسيين بيشتغلوا مزبوط فيش عنا ولا أزمة نحن هون، بس الكهرباء سياسية وزبالة سياسية أكتر. داخل ايدي
مع تعاظم أزمة النفايات، تشعبها وتعقيداتها السياسية والاجتماعية، كل الخوف أنه تتحول الحلول المؤقتة بالمناطق إلى حلول دائمة بيدفع المواطنين ضريبتها المرتفعة من صحتهم وأعصابهم. الشعب اللبناني آدمي صدقني، رغم اللي عم بيصير بهاي البلد بعدنا ماشيين على اسمه شيء اسمه نظام، نحترم بعضنا. السياسيين فاشلي بكل معنى الكلمة، هذا الشيء اللي بيكون